التي ضربت سوريا وتركيا وخلفت العديد من الجرحى والقتلى طبعا وأضرار كبيرة ناجمة عن هذه الزلازل. نحن من الجيل الذي تربى في المدارس في المنهاج الرسمي السوري على الجزائر بلد المليون شهيد، هذا ما نعرفه عن الجزائر، وتربينا على النساء السوريات الذين قمنا ببيع المصاغ وكل الأشياء الأخرى لكي يرسلوا مساعدات للجزائر. فالجزائر هي في الوجدان بالنسبة لنا كجيل وللأجيال القادمة. العلاقة بين سوريا والجزائر مبنية على وقوف سوريا لجانب الجزائر خلال الثورة، ووقوف الجزائر عبر عقود إلى جانب القضايا العربية والقضايا السورية تحديدا، وهذا لم يتغير. يعني لا أتحدث الآن عن زلزال، في كل قضايا سياسية أخرى، ومن الطبيعي أن نرى هذه العلاقة تظهر بشكلها الناصع والجميل خلال هذه الحرب. لم نشعر بأن هناك أشخاص أتوا من دولة بعيدة، شعرنا بأن الجزائريين أتوا من قلب سوريا ليساعدوا السوريين. هذا هو الشعور الحقيقي والصادق الذي نشعره تجاه كل مواطن جزائري عبر هذا الجيل وعبر الأجيال السابقة وإن شاء الله اللاحقة. شكرا سيد الرئيس، شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية. شكرا أستاذ، شكرا.